وكما يستدرك على جهابذة من العلماء، وهذا وارد، فلتحسن انتقاء الأوصاف والألفاظ المناسبة وتبحث لهم عن عذر، كما يستدرك على هؤلاء من أنت، إما طالب علم أو طويل بعلم، من باب أولى أن يستدرك عليك وأنت في صغرك أو فيما يستقبل. لأن هؤلاء العلماء لو نظر الإنسان إلى علميته يقول يمكن لو ظللت الدهر كله يمكن ما أصل ما وصلوا إليه، ليس تحطيما لجهد طالب العلم، لكن ربما لأن هؤلاء يعني كما يقال جاوزوا القنطرة، يعني شهد لهم برسوخ العلم.